الآن من منطقة البغدادي قصف قاعدة عين الأسد تداعيات كبيرة قد يعكسها الهجوم الصاروخي الأخير على القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد غربي العراق حيث باتت مسألة انسحاب قوات التحالف الدولي من البلاد أحد الملفات التي قد تكون ثمنا لنتائج هذا الهجوم صحيفة The National الصادرة بالإنجليزية أشارت إلى احتمالية تعرقل مفاوضات بغداد وواشنطن بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق وقالت في تقرير لها ان هجوم عين الاسد قد يخرج المحادثات المتعلقه بمصير وجود قوات التحالف الدولي واحتمال انسحابهم عن السكه. التقرير ذكر بانخراط البلدين في مفاوضات خلال الاشهر الفائته بهدف ترتيبات مستقبل الوجود العسكري الامريكي في العراق، واوضح ان المحادثات كانت تتقدم بشكل ابطأ مما تطالب به الفصائل المدعومه من ايران وهو ما قد يكون مؤشرا على سبب تجدد الهجمات على الامريكيين وفقا للصحيفه. ونقل التقرير عن مصدر دبلوماسي ان الهجوم على عين الاسد قد يكون ردا على الضربه الامريكيه على الحشد الشعبي في تموز يوليو الماضي ببابل والتي ادت لوقوع قتلى من الحشد. وكان وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن قد اكد ان بلاده لن تتسامح مع اي هجوم يستهدف القوات الامريكيه في الشرق الاوسط.